سير 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 كنشكر هاد الجماهير، هاد الجماهير الغفيره اللي جاو اللي ساندونا من اول الموسم. وكنشكر خويا قاموم والحلو قاصي والكوتش الكونو اللي عاونونا بزاف تدريبات وبزاف د الحوايج. وكنشكر الساكنه اللي تما ما بخلوش علينا، كان كيجيو يشجعونا. وكنشكر الرئيس، كنشكر المدرب، كنشكر كاع اللي ساهم في هاد الطلوع هذا. والحمد لله. واش نقول لك، غنضيف واحد الحاجه هنايا. صاحبي قال كل شيء، السابق ديالي اللي هو واحد المرتبه ديال الخوادري ديالي، حنا خوت كاملنا والحمد لله. غنضيف واحد الاضافه، هي شكرا بزاف هاد الناس هادو، وشكرا للدراري. هادشي اللي نقول لك. شكرا. الجماهير كامله اللي حضرات ما حضراتش، الناس اللي معتقلين، الله يطرح الصراحه. الحمد لله هذه هي
هذه حلاوه ديال كره القدم. ولا بلا رصاد كنشكر عاوتاني مره اخرى جميع الناس اللي مكون فعاليات يساهموا في هذا الانجاز. انا اول حاجه فرحان نقدر نقول لك الشعور باش كنحسوا هذا الاحساس اللي زوين. الحمد لله انا جيت من واحد الفريق اللي كبير فريق الجيش الملكي، جيت الفريق الكبير اللي هو النادي المكناسي. الحمد لله ربي ما خيبنيش، قدرت باش انني نتوفق في التجربه هذه اللي كانت واحد التجربه اللي رائعه، ربي ما خيبنيش فيها. الحمد لله انا فرحان بزاف وكنطلب من الله باش انه يزيد يوفقنا في الجيش الملكي. ان شاء الله الا كنت غنكمل مع الفريق مرحبا، ما كنت غنكمل هذا الشيء اللي عطى الله. الحمد لله احنا كما قلت لكم في الاول باننا احنا ما جايينش على اساس الرحله، احنا جايين على هدف اللي هو الصعود. الحمد لله جاي تحقق ونطلب من الله هذا الفريق يبقى مستمر في هذه النزاده وديما كوضين. والحمد لله يعني حنا شأن جميع الغيورين وجميع المحبين ديال النادي المكناسي، حنا في واحد اللحظه ديال الفرح والسرور حلم طال الانتظار ديالو تقريبا 7 سنوات والفريق تيعاني في قسم الهوات. الان الحمد لله التحقنا بالبطوله الاحترافيه الثانيه وكنتمنوا اننا نواصلوا المشوار والمدينه التائم وترفع من يعني من سقف الطموح ديالها من اجل الالتحاق بالقسم الوطني الاول اللي هو مكان طبيعي للفريق باذن الله. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.